وجه نائب رئيس حكومة صخيرات أحمد معيتيق رسالة إلى رئيس حكومة صخيرات فايز سراج حول نتائج زيارته إلى موسكو. وأفاد معيتيق في مضمون رسالته أنه قدم لروسيا عروضا كثيرة، منها التعاون العسكري وشراء الأسلحة والتنقيب عن النفط وإعادة مشروع السكة الحديدية. وأضاف معيتيق إن رد وزير الخارجية الروسي كان واضحا أن بلاده لا تريد إقامة علاقات جدية مع حكومة صخيرات، وأنها لا تريد الاعتراف بوجود قوات روسية، وأنه وصف المجموعات المسلحة التابعة لحكومة صخيرات بالميليشيات الإسلامية والمطلوبة للأمم المتحدة وسوريا، كما عبر عن رفض التدخل التركي المباشر والمرتزقة الإرهابيين المتشددين المطلوبين حتى لروسيا. وقال معيتيق في رسالته إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نوه إلى الدور البطولي للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب، وإلى انضباط الجيش الليبي في تنفيذ الأوامر الصادرة من قيادة العامة، وأن الوزير الروسي ذكرهم بأن الجيش نفذ الأوامر رغم أنه كان في طرابلس، وأن القائد العام له دور سياسي هام في ليبيا. وأضاف معيتيق في رسالته أن روسيا ستكون بالمرصاد لأي تدخل خارجي في ليبيا. أما بخصوص زيارة السراج المرفوضة من الجانب الروسي، فقال معيتيق أنه لم يعرف أسباب رفض الزيارة، وأن الخارجية الروسية حملته رسالة تطالب فيها السراج بالقبول بحل القاهرة وإعلانها. وفي نهاية الرسالة قال معيتيق للسراج إن الوضع في مصراتة سيء، وإن تقدمات الجيش الوطني كبيرة، وإنها مدعومة من روسيا على حد تعبيره، ليطالب معيتيق السراج في رسالته بشكل واضح أنه عليه إبلاغ الرئاسة التركية باتخاذ ما يرونه مناسبا حيال كل هذه التطورات. رسالة تثبت أن القرار في أنقرة وليس في طرابلس، وبتوقيع من أحمد معيتيق للعميل فائز السراج. منذر عبد الناصر، ليبيا الحدث.